بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هوريكم فكره ازاي نركب جزء القماش من القميص على الصدريه الكروشيه. احنا ده عملناه لسن 8 سنين. اشتغلنا الحف ده زي ما شفناه في جزئيه الفيديو اللي قبل كده، وهنشوفها تاني مع بعض. ولما اجي اركب انا الجزء كده على بعمل ايه، اتني بعد ما اعمل بالزجزاج على المكان، هاتني بالتلاتة سنتي الدوران كله، هبتدي اعلي النص بتاعي هحط هنا دبوس يفكرني بالحدود بتاعت النص، جين متعلمين من الخياطة اهي. كل اللي انا هعمله ان انا عايز اركب ده على ده، فانا هعمل ايه، هعمل كشكشة هنا الاول وبعدين اركبها، بس يهمني ان انا احط الدبوس ده عشان اجي هنا احط ده هنا وده هنا وده هنا، يبقى انا كده عندي توزيع للكشكشة متساوي. هعمل الكشكشة ازاي؟ ان انا هعمل صفين خياطة، واحد هنا واحد على بعد سنتي تاني، بأعلى أو أكبر درجة من عيار المكنة، بحيث يديني غرزة واسعة جدا. وبعدين هسحب الفتلتين وكشكشها عشان يديني الكشكشة اللي أقدر أركب بيها ده على ده. هنشوف ده مع بعض بعد شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الشكل ده على حواف القميص، وهنشوفه مع بعض ازاي. انا بعمل سلسلة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخد لفة وتحت دي بعمل عمود معايا على الابرة، لفة وهعمل عمود تاني، بعدين اطلع الابرة اتنين اتنين كمان واحدة، وبقيس هنا وبحط الإبرة واخد الاتنين بمنزلقة مرة تانية اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهعمل هنا في الفراغ عمودين، دي اول واحد تاني، اتنين في واحد اتنين في واحد كمان واحدة، هقيس هنا اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، الفراغ عمود، عمود تاني، اخلص اتنين اتنين، اختم واحدة اقربها هنا وباخد الاتنين ومنزلق. ده الشكل اللي احنا هنعمله على حواف القميص. هظبط انا عيار المكنة على اربعة زي ما قلت عشان اعمل صفين
من الخياطة، واحد هنا وواحد هنا عشان هما دول اللي هنسحبهم ونكشكش بيهم القماش. كده انا عملت الصف الاول، هعمل الصف الثاني اهو على بعد 1 سنتي من الاولاني. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كده عملنا الصفين، هنبتدي نسحب الخيط من جهة واحدة عشان نعمل الكشكشة. ده طبعا ربع الدوران، فهنشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. انا هاخد اول فتلة اهي وادي التانية، وهسحب كده واسحب الاتنين مع بعض بحيث يديني الكشكشة. انا طبعا بعمل الخطين الخياطة دول اللي بيدوني الكشكشة عشان يخلوني اتحكم كويس جدا في اني اخد نتيجة كويسة لما اتحكم في توزيعها بتجانس وتساوي على كل الجزء اللي متكشكش، ودي نتيجة الكشكشة اللي انا هركب عليها القميص بعد كده. هيبقى كده اهو، ده الفكر. هنخلص ده كله بعدين نبتدي تاني. رجعنا لكم تاني بقى، هنركب مع بعض كده الصدرية في القماش. احنا كده كملنا الكشكشة، عملنا صفين خياطة، سحبنا الخيط وربطناه من ورا هنا عشان اتحكم فيه ما يتحركش تاني. كده انا هظبط كل ربع مع بعض. الدبوس اللي انا حطيته من هنا اهو هاخده، وفي النص ده كده هحطه هنا وهثبت الدبوس. نفس الكلام الدبوس التاني، النص الجنب بتاعي هنا هحطه كده ودبس هنا في النص اهو زيها، وهدبس هنا. هعمل كده من ورا. دلوقتي هنيجي احنا نخيط، انا بفضل ان احنا نخيط او نثبت ده في ده، طبعا مش هينفع على المكنة، هنثبت بخيط كوتون بارليه يكون ليه نفس درجة اللون المتناسبة مع لون القماش ولون الخيط عشان ما تظهرش بشكل او بلون مخالف مش كويس. هبتدي كده انا هخيط اهو، هخيط فين؟ هخيط في الجزء ده اللي هو فيه خيط زيادة اهو، طلع الخيط هنا وهبتدي اخيط. وانا بخيط اخلي نص اللي بين الكشكشة الاتنين هنا اهو كده، لان هو ده اللي انا هخيط عليه. هخيط عادي جدا. كده على مسافات واظبط الكشكشة وارجع تاني اخيط. كده احنا خلصنا تركيب صدرية الكروشيه على الجزء السفلي من القميص او الفستان. موضوع سهل وبسيط، شايفين الكشكشة متوزعة بتجانس على كل الجزء بتاع القميص، مفيش حتة فيها كشكشة اكتر من التانية. وزي ما قلنا ده بيرجع لان انا بعمل صفين خياطة اعمل بيهم الكشكشة. وبعد كده طبعا انا فكيت بواقي الخيط بتاع المكنة اللي كان عاملة بيه الكشكشة خلاص، لاني ملهوش لازمة تانية، انا استخدمته بس عشان اتحكم في الكشكشة واقدر اعملها. كده ده شكل القميص، اتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم اعملوا لنا
سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا، مع تحياتي باقة أفكار.